شو ياسر السخن عيان. واش من ناحيه الثمن ولا من ناحيه التجاره؟ لا هي في الثمن، نقص في الثمن. السوق النار ديال زيو هاود سوق عجز سقرة عمرة الإخوان راه بلان سوق زيو إقليم الناظور 375 بالتفرع ديالك. واه اللي عطاوني اللي عطاوها لي مازال ما بعتش فيها خير. بشاك وبالنسبة للعيادة راه يخرجوا ولا مازال؟ كيخرجوا اليوم هاد النهار بدات تخرج زيو فيها خير. الحلي الكبير فيه الثمن مزيان، الصغير اللي غالي بزاف. الكبير ربما ما يبغوش يخليه باش ما يزيدوش عليه الصاير العام الجاي، والصغير ما عليهش باش يردوا بزاف عليه وثانيه يكبر في السن وبغيت يبيعوا البزار ما يعطيش الثمن هذاك اللي غادي يبيعوا به دابا. بس الصغير ما عليهش، تالا بقى له العام الجاي غادي يكبر غادي يزيد يسمان ويزيد بحال هذا يتربى بحال هذا واخا باش ما شريتو الا بغيت تكسبوا هذاك فين الربح. واش بالنسبه للتخرج كاين شويه تخرج ولا ما كاينش؟ شويه ربما يطلع النهار عاد زيان القضية. السلام عليكم الاخوان الاخوات، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. الان احنا كنتواجدوا داخل السوق الاسبوعي مدينه زيو اقليم الناظور. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نتعرفوا على الاثمنه ديال الخرفان، خصوصا ما بقاش بزاف العيد، نشوفوا الاثمنه واش مرتفعه ولا منخفضه، وكذلك نشوفوا واش كاين شويه ديال التخراج العياده واش بداو يعيدوا ولا مازال. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم، ما تنساوش تصليوا على النبي على بركه الله. نبداو هذا الفيديو هذا ان شاء الله. هادو راه معطي اللور ب 1700 درهم 470000. شحال البيع ديالهم عمو هادو؟ البيع ديالهم شحال؟ شحال راك تقول؟ كل نقول 500 انا كاع 500. السيد راه طالب 5000 درهم. لا حول ولا قوة الا بالله. هادو راهم واصلين 280، عطاو 280 2800 درهم. البيع ديالهم شحال؟ واش نقول لك؟ راك عارف انا غادي للسوق وصافي، ما نقدرش نقول لك البيع. يا اخي كي راه داير السوق هذا الصباح هذا؟ واش نقول لك؟ كل واحد وراه يلغي بلغاه وصافي. بالنسبه للاثمنه مقارنه مع السوق اللي فات؟ ودي لا انا ما موافقش نسوق انا فيها اخي. فيها السلعه ديال تاوريرت هذه؟ المرقد ديال تاوريرت. الله يبارك الله يجيب لك التيسير. الله يحفظك بارك الله فيك. هذه الاجواء داخل السوق، سوق زيو اقليم الناظور. او هذا الخير هذا يبارك. كم راهم واصلين هادو؟ 470 تفراد اخويا. 470 بالتفراد 4700 درهم. 4700 درهم بالتفراد. 470 عمي محمد تفراد. هذا راه يقول 350 3500 درهم. باع ب 3500 بالتفراد. صعب علينا كتسال. او هذا الخير هذا 500 باش شريتو؟ اي 560. 5600 درهم باش تشرى هذا. الله يبارك. بصحتك يا عزيز، بصحتك الله يحفظك. هذا راه عطاولو 260 2600 درهم. شحال راك تقول البيع ديالو عمو؟ 300 ان شاء الله. ان شاء الله. هذو راهم واصلين 420 جملة 4200 درهم. التفرد فين يتفردوا هذو بشحال الثمن؟ تفرد فرد 3 470 470 4700 4700 درهم باش فرد. هذا راه معطين فيه 210 210 2100 درهم اللي معطين فيه. شحال راك تقول فيه؟ 220 220 تبيع؟ 320 يعني راه بيناتكم 1100 درهم ديال الفرق. السيد راه معطين له 210 وراه طالب 320. هادو خروفات كاملين واصلين 1300 جملة ياك؟ 1300 جملة 130 ألف فرنك. التفرات فين وصل الثمن ديالهم هذا؟ مازال عاد. هادو عاود هما عاطين 130 جملة 1300 درهم خروفات. هذا راه معطين فيه 2050 درهم 205000 240 وهذا 290 2900 درهم 2400 وهذا 2050 درهم.
هادو 175 1750 درهم خروفات، هذه يعطيها فيها 180 وهذه 175، 1800 درهم 1750 درهم، وهذه 175 هذه 1750 درهم 175 الف. هذا 1500 درهم اللي عطاو فيه، هذيك 105000، هذا 105000 1050 درهم. بحال هذه بشحال باش تفرد هذه؟ الثمن ديالها بحال باش تفرد؟ شحال كطلب فيها؟ 180 باش لا كثر فيها. ورا قلت لي عطاوك 180، لا ها 180 اه عطاوك 175، يعني بقات غير 5000 بينك وبين الشاري. هاد الزوج هادو خروفات 1800 درهم راهم واصلين 180 الف. شحال الثمن باش يتفردوا هادو؟ 200 2000 درهم 2000 درهم اطلب فيهم 2000 درهم 200 الف فرنك. هادو راهم واصلين 1450 درهم 145 الف فرنك. خروفات تفرد شحال الثمن ديالهم؟ شحال راك تقول فيهم تفرد؟ 1900 درهم بيع بهم خوتهم. هادو 1800 درهم راهم واصلين 180 الف فرنك راهم عاطينهم. شحال راك تقول الثمن ديال المعمود تفرد؟ وحنا كنفردو ب 220 210 2100 2200 باش يبيع بهم خوتهم. العمو مش بالك في السوق هذا النهار؟ السوق ديال الزايد الغلا كاين، ولا اللي الناس ما خير موجود تخرج راه يخرجوا شويه، ما كيخرجوش دابا قليل اللي كيخرج. الغلا كاين موجود ولكن اللي الشاري قليل. والسلعه موجوده في السوق؟ واه شو السلعه تبارك الله، يعني السوق راه عامر. السنين اللي فات والله الا احسن من السنين اللي فات. انا جاني السوق زين، قولي لما دخل هنا ما عمر دخل السوق اللي فاتوا عندنا غير ديال البلاد عاد، كنت خد ديال برا اللي كان عندنا يعني. هادشي كامل ديال زايو ديال الجهه، ديال الجهه الشرقيه كما نقول. الجهه الشرقيه الناحيه ديال وجد دابر كان بحال ناظور، ديال تازان ناظور حاسيب هو تاوريرت فيها خير، كلشي كيتسوقوا له اليوم هنايا، كلشي هاد المنطقه ديالنا اللي فيها خير. وربما تخرج ما كاينش غير بين الصبح، هاد لحقاش راه عاد الصبح، ربما يطلع النهار، ربما يطلع النهار ولكن الشارع قليل ماشي في هاد الساعه هذه فيها خير. الحلي الكبير فيه الثمن مزيان، الصغير اللي غالي بزاف. الكبير ربما ما يبغوش يخليه باش ما يزيدوش عليه الصاير العام الجاي. والصغير ما عليهش باش يردوا بزاف عليه، وثانية يكبر في السن وبغيت يبيعوا البزار ما يعطيش الثمن هذاك اللي غادي يبيعوا به دابا. بصح الصغير ما عليهش، حتى بقى له العام الجاي غادي يكبر، غادي يزيد يسمان ويزيد. بحال هذا يتربى بحال هذا واخا باش ما شريتو الا بغيت تكسبو راه عندك فيه الربح. بحال الكبير ما عندك فيه والو دابا غادي تخسر فيه. اسيدي الله يسهل لكم الامور، ربي معاكم، الله يحفظك. امين الجميع ان شاء الله، الله يحفظك، بارك الله فيك. هذو راه معطيين 227 و 500 2270 درهم، و 75 درهم 2275 درهم، معطيين جمله. بالتفرد فين وصل الثمن ديالهم هذو؟ البيع ديالهم بالتفرد؟ عطاو 230، عطاو 2300 درهم. هذو راه معطيين 1700 درهم جمله. بالتفرد فين وصل الثمن ديال البيع ديالهم بالتفرد؟ ايوا 80 عطاوها 200 درهم واصلين 540 5400 درهم 5400 درهم جملة ولا بالتفرد؟ ثلاثة عطاو فيهم 5400. بحال هادو بالتفرد فين يوصل الثمن ديالهم؟ الواحد فين يوصل الثمن التفرد؟ 540 ايه 540 اللي راك طالب ولا اللي عطاو لك؟ عطاو لي. لا بشحال راك طالب انت؟ شحال تقول فيهم البيع ديالهم؟ شوف ربي فيها خير. المرقد ديال من هذا عمو؟ حاسي بركان. حاسي بركان هذا راه معطيني 230 2300 درهم 2300 درهم اللي معطيني. هذا راه معطيني 310 شو الديداريه 310 3100 درهم اللي معطيني في هذه.
يا قول لي راك متبع الاحداث. شحال راك تقول فيهم هذا البيع ديالك؟ والله صادق هذا راك تشوفهم في شحال شحال تقريبا شحال باش تفرد؟ 3500 درهم التفرد ديالهم. واش بان لكم في السوق العزيز؟ السعر كيبان مزيان ياك. واش بالنسبه للتخرج كاين شويه تخرج ولا ما كاينش؟ شويه شويه راه كتحرك شويه القضيه، ربما يطلع النهار عاد مزيان القضيه ان شاء الله. بحال دوك السوق راه عامر، راه منا للزوج ديال النهار واحد كذا واحد كيدور في السوق وكذا، منا للزوج ولا ثلاثه عادي لاخوا السوق. الله يرحم الوالدين، واحد كيدير لها لا يجيب لكم تيسير. الله يحفظك بارك الله، الله يحفظك. هادو راهم واصلين 440 تفراد، 4400 درهم اللي عاطين في التفراد. هادو فين وصل الثمن ديالهم البيع ديالهم بالتفرد؟ 480 4800 درهم الثمن ديالهم البيع ديالهم. هادو راهم واصلين 3600 درهم جمله، 360 الف. السلام عليكم، الله يحفظك الله يحفظك. جمله 3600 بالتفرد. فين وصل الثمن ديالهم عمو؟ نعم بالتفرد فين وصل الثمن ديالهم؟ 440 ياكل 4400. واش بان لكم في السوق هذا النهار؟ ياك بالنسبه للاثمنه مرتفعه ولا منخفضه هذا السوق مقارنه مع الاسواق اللي فاتوا؟ الاسواق اللي فاتوا كان تمام، دابا ما كاين شويه، دابا مويه. وبالنسبه للعياده راهم يخرجوا ولا مازال؟ كيخرجوا اليوم. هذا النهار بدات تخرج زايد فيها خير. الله يجيب لكم التيسير، الله يحفظك. السوق راه عامره الاخوان، راه بلان سوق زايو اقليم الناظور. هذا راه معطين له 3750 درهم، 375 الف فرنك، وهادو عاطين له زوج 3450، 345. واش بان لكم في السوق هذا؟ السوق كيما العادة، السوق هاد الزوج هاد خروفات 130، هادو عاطين 150. هاد الخروفة هادي 150 فيهم عاطين فيها 1500 درهم، وهادي 1300 درهم. هادي هادو راهم واصلين 3500 درهم، 350 الف فرنك، 350 جملة ياك؟ بربعة جملة. بالتفراز فين يوصل البيع ديالهم؟ عندي ما عطاوناش، مازال ما عطاوناش. هادو 5200، 520، 5200 درهم جملة، 520 الف فرنك. بالتفراز فين يوصل الثمن ديالهم؟ 5300 درهم بالتفراد. عطاوها ياك؟ هادو راهم واصلين 3500 درهم، 350 الف فرنك. شحال باش تبيعو هادو العزيز؟ شحال باش تبيعو؟ ام بي تاعي هادو. واه بشحال باش شريتهم؟ 260. الله يبارك. 560. هادو شريهم السيد 260، 2600 درهم. بصحتك. هادو راهم واصلين 470، 4700 درهم، 4700 درهم. بالتفراد فين وصل الثمن ديالهم البيع ديالهم بالتفراد فين وصل؟ 5000 درهم بالتفراد، 500000 فرنك جملة، 400 قل 10، 3900 درهم اليوم واصلين. هادو بالتفراد فين يوصل البيع ديالهم؟ ما عطاوناش اخويا، ما عطاوناش فيها خير. شحال كيشرو ليا قال الجمالة؟ واه الجمالة لحد الآن. هادو راه معطيه له 345، 3450 درهم. واش هاد 80؟ بالتفراد فين وصل البيع ديالهم؟ 380. لا بالتفراد شحال راك تقول؟ 50. عطاوه ولا لا كثر؟ لا طالب. 3500 درهم. هذا 4800 درهم. 480 الف فرنك. هذا راه واصلين 2500 درهم، 250 الف فرنك. هذا راه واصل 410، 410 الف راه واصل 4100 درهم. هذا راه معطيين 375، 3750. الله يبارك. 375 بالتفراد ياك؟ واه اللي عطاوني، اللي عطاوها لي مازال ما بعتش فيها خير. شحال راك تقول فيهم عمو؟ ما قلت لهمش عاد، مازال عاد فيها خير. تطلع النهار قول لي. ايوا اللي حوايج غاليه شويه. واش بان لك في السوق هذا النهار ديال زايو؟ شويه السوق مطرح شويه. طالع
مقارنه مع الاسواق اللي فاتوا. واخا الثمن كاين الناس ما كيخرجوش المال، ربما غير بين الصبح وصافي، ربما يطلع النهار تحرك القضيه فيها خير. الله يجيب لك التيسير يا رب، الله ييسر الامور الجميع ان شاء الله. نطلبوا ربي العياده يعيدوا ان شاء الله ان شاء الله، ولك السبعه ما يضيعوا اي واحد، الله يجيب له التيسير. امين يا ربي امين، الله يحسن العون. داكشي اللي كاين هذا راه معطيين فيه 215,150 درهم، هذا 2150 درهم، وهذا 2350، 235 الف فرنك. هذا راه معطيه له 280 جمله 2800 درهم. التفرد فين وصل التفرد ديالو؟ البيع ديالو التفرد 2900 عطاوها له التفرد. شحال وصل هذا؟ 435 اللي عاطين 4350 درهم، 4350 درهم. تفتح مش حركتك فيها؟ 5000 درهم، 5000 درهم. هذو راهم موصلين 2335، 2350 درهم، 335، 235 الف فرنك، 235 الف فرنك. البيع ديالهم بالتفرات فين وصل؟ البيع ديالهم بالتفرات فين وصل؟ خويا وصل شحال باش راك تفرد؟ قعدت واحد ولكن يجي له راحت له ما نقولكش شاك الثاني. علاش؟ علاش؟ 285 فرد واحد 285، 2850 درهم باش فرد واحد. عاود شريع عاود صغير على هادو؟ لا شويه المهم 10 ولا 10. هذا عطاو 4000 درهم، 400000 فرنك اللي راهم عاطين. بالتفريط فين وصل البيع ديالو؟ عطونا 400 بالتفريط. جبنا عطونا 300. لا شحال شحال كتطلب؟ هذا الله يخليك. واش بان لك السوق هذا النهار؟ كاين شي غلا. كاين الغلا هذا النهار مقارنة مع الأسواق الأخرى؟ كاين. لا البارح كان شي غلا على هذا النهار. شحال باش تبيع هذا العزيز؟ دير له الثمن. 4500؟ 4500؟ شحال؟ 5000. 5000 الله يبارك بصحتك بصحتك. دور موصلين 425، 4250 درهم. شحال يوصل هادو بالتفراد؟ شحال يوصلوا بالتفراد هادو البيع ديالهم؟ ما عطاولاش بالتفراد فيها خير. وش والو. واش بان لك في السوق هذا النهار ديال السوق زيو هذا النهار واش بان لك؟ شويه السوق عيان. واش من ناحية للثمن ولا من ناحية للتجارة؟ لا هي في الثمن، نقص في الثمن. السوق النهار ديال زيو هاود. السوق عجز. السوق عقاد. وبالنسبه للتخرج كاين شي تخرج ولا مازال؟ ما كاين قليل حبات وصافي. فيها خير الله يسلك الامور. امين. الله يجيب التيسير. الجميع. الله يحفظك. الجمله 250. 2500 درهم جمله. 2500 درهم جمله. خرافات خرافات هذه. خرافات الله يبارك. 2500 جمله. والبيع ديالهم بحال هذا يوصل بالتفرد؟ هم يعطيو 300. عطاو 3000 درهم بالتفرد. الله يبارك. كبارات هذو الله يبارك. خرافات ولكن سمانه. سم كلشي الله يحفظك. داكشي اللي كاين. واش بان لك في السوق عمو هذا النهار؟ السوق ناقص. ناقص من ناحيه الثمن ولا من ناحيه التجاره؟ يا من ناحيه التجاره من ناحيه الثمن. الثمن طايح والتجاره ما كانش. التجاره واه الثمن طايح والتجاره ما كانش. اسيدي الله يسر الامور جميعا ان شاء الله. الحمد لله. الله يسر الامور. هادو تفراد راهم واصلين 2800 درهم، 280 الف فرنك تفراد. شحال راك تقول فيهم البيع ديالهم؟ شحال راك تقول البيع ديالهم؟ جملة عطاونا 250، برادي عطاونا 280. شحال راك تطلب انت في التفرد؟ هو يزعموا معنا جملة نبيعوا. شحال كاع؟ شحال؟ شي 5000 10000. يا خير 100 درهم 50 درهم تزيد تبيع. 285 290. وبالنسبة للأثمنة ديال هذا السوق كي راه يبان لك؟ الخير موجود، كلشي كلشي موجود، كاين كاين كلشي عيان ان شاء الله. وكاين شويه تخرج هذا النهار ولا مازال ما كاينش؟ ها؟ تخرج ناس راه تخرج شويه العياده ولا مازال؟ واه واه كاين الناس كيشتري واه. فيها خير الله يسر الامور. الخير موجود الحمد لله كلشي موجود ان شاء الله الله يسر الامور. لا السوق راه عامر بلان. وهذا الاخوان كون وصلنا لنهايه ديال هذا الفيديو هذا، نتمنى تكونوا تعرفتوا على الاثمنه ديال الخيبان داخل السوق الاسبوعي مدينه زايو اقليم الناظور. بهذا نكون وصلنا للنهايه كما قلت لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. ما تنساوش تسلموا على النبي. السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.